هذا ليس إعلاناً عن تبديد الطبيعة، ببساطة هو تعويض غياب الغاز المنزلي للاحتطاب. هنا في محافظة الحديدة غربي البلاد يحاول منصور جاهداً البقاء على قيد الحياة من خلال فأسه القديم. اضطر منصور للبحث عنه للاحتطاب بعد سيطرة الميليشيا على مفاصل الحياة في المحافظة. صار مألوفاً رؤية أكوام الحطب تتجمع في الأزقة والشوارع الضيقة وعلى أبواب المطاعم والمخابز كتعبير يلخص حقيقة سيطرة الميليشيا الحوثية. حتى المخبز الأوتوماتيكي صار في عهد الميليشيا يعمل بالحطب. تعاني الحديدة من غياب تام للوقود والغاز المنزلي مع وجود أسواق موازية تعمل على نحو شبه رسمي لتوفيرها للمواطنين لكن بأسعار باهظة. أخيرا قررت هذه الأم الاستراحة بعد وقوف طويل في طابور البحث عن الغاز المنزلي، فلا الغاز توفر ولا عكازها احتمل طول الانتظار. كذلك هو حال مدينة الحديدة وغيرها من المحافظات التي طالتها حرب الميليشيا. صار قدرها التعثر في فوضى جماعة لا تعيش وفق السلام بل الحرب على كل شيء وأي شيء.